اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، نحييكم ولكم اجمل تحيه من سباقات الفروسيه المحليه الاسبوعيه، كذلك ايضا في دور المشاركه فروسيه الجهراء والاحمدي والفروانيه في هذا الاستعداد الجميل والمميز الذي دائما ينطلق حيث تعودنا عليه من جميع سباقات الفروسيه. مشاهدينا الكرام، كافه المدربين جاهزين للانطلاقه والاستعداد النهائي، ابقوا ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام نتابع الآن أجواء فروسية محافظة الجهراء ولهذه القرية والمدينة، نقدر نقول لفروسية محافظة الجهراء، ونستمتع أيضا في مثل هذا السباق والشوطن الأول مسافة 1800 متر مسافة 9.8، وهذه الانطلاقة نتابع إن شاء الله في مسافة 9.8 بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الجيادة المشاركة الآن أزهلهم وممدوح وتنظيم ومشاركة الآن ينطلقان أولا في صدارة هذا المشوار والتحدي بالفعل لهذا الشوط للجواد. الآن تنظيم يتقدم لاسطبل الحسيني بالخيال، سالم فهد العجمي يتقدم على حساب هذه الجيادة المشاركة، هناك أيضا مشارك وممدوح وأزهلهم ينتظران في هذا السباق، وكذلك الجواد تنظيم الاسطبل حسيني لا زال متقدم ومسيطر تماما الان بكل قوه على الصداره والمواجهه الصعبه والقويه لهذا الشوط الذي يجمعها الان في شوط التحدي. شوف هناك ايضا متابعه للجواد مشارك ينتظر، وكذلك ازهلهم، وهناك ايضا متابعه الجواد ممدوح ثالثا. هذا الجواد ازهلهم بدا يتقدم على حساب هذه الجياد المشاركه في هذا السباق، والانطلاقه ايضا من الجواد ازهلهم لا زال متقدم بدخوله الخط المستقيم، والتنظيم بدا ينتظر على المركز الثاني، والجواد ممدوح الان بطل السيارات في العام الماضي والمناطق كذلك ينتظر في المركز الثالث، لكن نتابع ازهلهم الان والجواد تنظيم وممدوح قادمون الى الصداره والمنافسه القويه والصعبه بحد ذاتها الان لهذه الجياد المشاركه في هذا السباق. شوف الجواد ازهلهم ازهلهم عليك، لكن تنظيم الان بدأ يطق طبول الخطر في هذا السباق والمنافسة القوية. شوف شوف ازهلهم وتنظيم في رمياته الأخيرة، تنظيم تنظيم ملعون، تنظيم قادم إلى الصدارة في هذا السباق ليكسب الجواد. تنظيم بالفعل في الأمتار الأخيرة، ازهلهم ثانيا مشارك ثالثا رابعا ممدوح، مبروك. دقيقة 56 و42 جزء من الأجزاء الثانية، ولهذه اللقطة الجميلة والمميزة والمتابعة أيضا من هذا السباق لهذا الجواد تنظيم ليكسب بجدارة بنصف طول تقريبا على المركز الثاني والأول، وهناك أيضا متابعة الجواد مشارك وممدوح. دقيقة 56 42 جزء من الأجزاء الثانية، هذه اللقطة الجوية نشاهدها معا في هذا السباق. مبروك مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التتويج والصدارة، مبروك بالفعل ليكسب بجدارة لهذا السباق والتحدي أيضا واللقطة التذكارية مع هذا الجمهور. متابعة مشاهدينا الكرام، الآن لشوطنا الثاني في هذا السباق، وكذلك أيضا جياد درجة ثالثة وفروسية محافظة الجهراء نتابعها معا إن شاء الله لمثل هذا الشوط وهذه الانطلاقة والتحدي بالفعل بين هذه الجياد المشاركة والانطلاقة أيضا لنشاهدها مع الجواد همال الخيزرانة زومان بسالة مركز، والسيدة أيضا
نتابع هذه الأجواء الآن الجميلة بالفعل الآن لهذه الانطلاقة، وبالفعل انطلاقة مميزة نشاهدها الآن في هذا السباق وتحدي بالفعل الخيزرانة من الداخل وزومان الآن من المنتصف، وكذلك متابعة بالفعل السيدة وبسالة، وهناك أيضا تمركز وأهمال، وبالفعل منافسة صعبة وقوية الآن نتابعها معا لهذا الشوط والانطلاقة من هذه الجياد المشاركة زومان بالدريس الأحمر، وهناك الخيزرانة لتنتظر الآن على المركز الثاني من الداخل، لكن بالفعل متابعة همال الأسطبل البديم من المنتصف في هذا السباق، وهناك أيضا للفعل تمركز على المركز الثالث من الخارج، وكذلك أيضا متابعة السيدة الأسطبل الهنداسة الآن في محاولات من زومان الآن في هذا السباق الأسطبل الحجر مضيان، ونتابع أيضا الجواد همال الأسطبل البدين على المركز الثاني الشعار الأبيض، ونتابع أيضا السيدة الأسطبل الهنداس، وكذلك أيضا متابعة لبسالة وتمركز في هذا السباق، وهناك أيضا الخيزران، لكن زومان بدأ ينطلق بكل قوة مع همال، وكذلك أيضا زومان على المنافسة القوية والصعبة بحد ذاته الآن في هذه الجياد، رمية برمية زومان وهمال في هذا التحدي لهذا السباق للجواد، زومان بالشعار الأحمر، همال الشعار الأبيض، قادمون بكل قوة على الصدارة والمواجهة في هذا السباق، لكن بالفعل زومان لا زال متقدم مع همال الأسطبل البدين، زومان الحجر مضيان، بالفعل رمية برمية، منافسة صعبة من زومان وهمال، زومان وهمال رمية أخيرة، والفرق أنف بسيط جدا في هذا السباق، دقيقة 56 23 جزء من الأجزاء الثانية، المركز الثاني زومان الأسطبل الحجر مضيان، ثالثا لصالح بسالة الأسطبل العضيلة، رابعا السيدة الأسطبل الهنداس، مبروك على هذه المنافسة القوية والصعبة في الرميات الأخيرة للجواد همال الأسطبل البدين بالخيال فيصل عياد الفرماوي، وكذلك أيضا زومان بالخيال توفيق، وبالفعل همال يكسب المركز الأول لصالح الأسطبل البدين في الرميات الأخيرة والمنافسة القوية على هذا السباق والمواجهة لهذا الشوط، بالفعل تحدي قوي الآن مع أيضا بسالة والسيدة، وهذه الأجواء نتابعها أيضا مع منافسة زومان وهمال في هذا التحدي بالفعل من هذا السباق والمشاركة، ونقول ألف مبروك للأسطبل البدين على هذا الفوز. متابع مشاهدينا الكرام الآن لهذا السباق، وكذلك أيضا المشاركة من هذه الجياد، وأيضا هذه الأجواء وهذا التصوير الأكثر من راحة حقيقة للمرة الأولى في تاريخ فروسية محافظة الجهراء، وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لينطلق الآن الشوطنا الثالث على كأس جمعية الجهراء التعاونية، مع بالغ الشكر والتقدير من ولد شعراوي مبدع على مدار، ينطلقان أولا في هذه الصدارة من جياد مبتدئة في مسافة الألف متر الآن مبدا، والجواد ولد الآن الأسطبل محيس الحسيني من الداخل في هذا السباق، وكذلك مبدا الأسطبل الحجر والمضيان، قادمون بكل قوة، ولد في هذا السباق مع الجواد مبدا وعلى مدار، وكذلك أيضا شعراوي على المركز الرابع من الخارج، وكذلك أيضا متابعة علم دار من الداخل، نعم للجواد الآن بدأ ينطلق في مقدمة هذا السباق، بدأ نعم قادم في هذا الشوط بالخيال توفيق، لازال مسيطر تماما الآن بكل قوة على الصدارة للجواد الآن، مبدأ اليوم والشعراوي ليخطف المركز الثاني بدلا من ولد في هذا السباق، نعم للجواد مبدأ ليكسب المركز الأول، والجواد الشعراوي المركز الثاني، وحل ثالثا أيضا في هذا السباق ولد أسطبل محيسر، رابعا الجواد علم دار لناصر العرجاني، مبروك أيضا هذا الفوز للجواد مبدل أسطبل الحجر مضيان، حل ثانيا
لصالح الجواد شعراوي، لاصطاب العضيله بالخياس سعد هركيل العجمي، وايضا ثالثا ولد اصطاب محيسن مبروك على هذا الفوز، رابعا علم دار لناصر العرجاني على هذا اللقطه الجميله والمميزه التي حقيقه نشاهدها باستطلاع جميل من فروسيه الجهره، مبروك. متابعة مشاهدينا الكرام، الآن لشوطنا الرابع على كأس جمعية الجهرات التعاونية مع بالغ الشكر والتقدير، وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام الآن لينطلق هذا السباق من حان الوعد لعيون تحرير برج الراية. المستعد في هذا السباق ها هو المستعد الآن، وحان الوعد لاصطبل اللامي والمستعد لاصطبل الحوطي الآن في هذا التقدم للجواد، المستعد لاصطبل جاسم سفاح الحوطي متقدم ومسيطر تماما الآن بكل قوة على الصدارة، ومتابعة أيضا لهذا الشوط للجواد حان الوعد لعيون تحرير برج الراية قادمون بكل قوة الآن من الجواد، المستعد لازال متقدم ومسيطر، وهناك أيضا برج الراية يحاول على المركز الثاني، لكن المستعد الآن لازال مستعد بقدومه وبكل قوة لينطلق الجواد، المستعد ولازال مسيطر تماما، ها هو التحدي بالمواجهة الآن من الجواد، برج الراية يقترب من الداخل في هذا الشوط، لكن المستعد لازال برج الراية في محاولاته ويكسب المركز الأول الجواد، المستعد لاصطبل جاسم سفاح الحوطي، مبروك حصول على هذا الكاس كاس جمعية الجهرات التعاونية، دقيقة فقط و55 جزء من الأجزاء الثانية. المركز الثاني برج الراية اصطبل القمي في هذا السباق بالخيال ستيف، حل ثالثا لعيون تحرير البديل بالخيال فيصل عياد الفرماوي، رابعا حان الوعد اصطبل اللامي بالخيال انتونيدو، مبروك مبروك هذا الفوز والتتويج لحصوله على هذا السباق والمواجهة الصعبة والقوية الآن بتسليم الكأس، بتسليم الكأس الآن في هذه المشاركة والمتابعة من هذه الجياد، وتحديها بالفعل من هذه السباقات، سباقات قوية وممتعة أيضا بتكريم عزيز عويد الصليلي، ألف ألف مبروك وبالفعل يكسب بجدارة. متابع مشاهدينا الكرام الآن لفروسية الأحمدي في هذا السباق، وأيضا كلاس فور نتابع معا إن شاء الله لمثل هذا السباق، وهذا الخيال سالم فهد العجمي لنادي فروسية الأحمدي وكلاس فور مسافة 3 متر مسافة 5-8 لنتابعها إن شاء الله معا في هذا السباق والانطلاقة أيضا من هذا التحدي بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الجياد المشاركة الآن في هذا الشوط والتحدي بالفعل من الفرس غلم فال غلا خالي يزن وعين بي بي الجزل وسالم الخير العاهل مظهور محرر ومستر زيد الآن في هذا السباق والانطلاقة لهذا الشوط الذي يجمع الآن في هذا السباق، نتابع الآن العاهل لا زال متقدم لسيف القنين في هذا السباق والانطلاقة أيضا والمواجهة الصعبة والقوية، هناك محرر للعذاب يحاول على الصدارة والمنافسة أيضا القوية لهذا الشوط من الجواد، العاهل لا زال متقدم، وهناك أيضا للجواد سالم الخير من الداخل ومن الخارج أيضا مظهور للجلال والعاهل وكذلك مستر زيد في هجوم الأمن المنتصف، العاهل ومستر زيد وكذلك أيضا محرر ومظهور قادمون إلى الصدارة والتحدي والمواجهة الصعبة والقوية في الأمتار الأخيرة، مستر زيد مستر زيد والعاهل ومظهور مستر زيد ومظهور مستر زيد ومظهور
المظهور الآن والعال من الداخل، لكن مستر زيد لينتصر الجواد الأزرق لمبارك السرحان ومظهور الاسطبل الجلال على المركز الثاني، العاهل المركز الثالث، رابعا الجواد محرر العذاب مبروك دقيقة 94 جزء من أجزاء ثانية في هذا السباق، والمشاركة أيضا ما بين هذه الجياد ومتابعتها أيضا لهذا السباق مبروك مبروك بالفعل لمستر زيد ومبارك السرحان وحصولهم أيضا على هذا السباق والمشاركة ما بين هذه الجياد وتحديها أيضا لمثل هذا السباق بالفعل لهذه اللقطة الجميلة والمميزة نتابعها من نادي فروسية الأحمدي لهذا السباق. ألف مبروك لجنة الميزان هذا سعد الهركيل الحاصل على المركز الثالث في هذا السباق على الجواد بالفعل العاهل نصطبل سيف الخنين مبروك دقيقة 94 جزء من الأجزاء الثانية تعتبر دقيقة 5 مقفولة ونقول بالفعل على هذه اللقطة المميزة. مشاهدينا الكرام نتابع إن شاء الله معاكم لسباق الشوط الثاني كلاس 3 مسافة 1800 متر مسافة 9-8 مشاركة ضيدان السعد الشاذلي عز بدر العيون لما وسلام يا فهد وزعبيل مهيمن غبات صحاري أبو زايد وهناك يسر بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الجياد المشاركة في هذا السباق والتحدي بالفعل من هذه المواجهة الصعبة والقوية وأيضا متابعتها وحرصها على هذا السباق والمواجهة الآن لهذا الشوط وتحدي صعب وقوي الآن لنواجه أيضا هذا الشوط الآن من الجواد زعبيل. زعبيل لا زال متقدم الآن ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة والمواجهة ما بين هذه الجياد المشاركة الآن في هذا السباق وهناك أيضا متابعة للجواد زايد في محاولاته الآن بكل قوة على المركز الثاني وهذا الجواد زعبيل الاسطبل الجلال لا زال متقدم ومسيطر تماما. هناك ايضا متابعه الجواد ضيدان السعد من الداخل وكذلك ايضا للجواد مهيمن يحاول الاسطبل الاصايل ايضا في هذا السباق والمواجهه لهذا الشوط ليجمعها الان في هذا السباق ومتابعتها بالفعل. الجواد زعبي لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة. الجواد زعبيل من المنعطف الرابع ما قبل الأخير في هذا السباق لنتابع الجواد زعبيل. هذا الجواد أيضا الجواد أبو زايد يحاول أيضا على المركز الثالث وهناك أيضا الجواد يسر وكذلك أيضا سلام يا فهد لصطبل الرويس في محاولات قدومه أيضا بكل قوة على الصدارة والمواجهة أيضا لهذا الشوط. هناك أيضا الجواد أبو زايد وظهور أبو زايد الاسطبل السماوي على المركز الأول من الخارج قادم ها هو قادم بكل قوة ها هو قادم الجواد الآن أبو زايد الاسطبل السماوي بالخيال عبد العزيز النصر الله متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة والمواجهة الصعبة والقوية ما بين هذه الجياد المشاركة في هذا الشوط بالفعل تحدي صعب وقوي ومواجهة الآن أبو زايد أبو زايد ليكسب أبو زايد لينتصر أبو زايد ليقلع ويطير في هذا السباق ويحقق إنجازه وأبدعه في هذا الشوط مبروك دقيقتين 75 جزء من أجزاء ثانية بالفعل ليكسب بجدارة لصالح الجواد أبو زايد ليكسب دقيقتين 75 جزء من أجزاء ثانية ومبروك مبروك على هذا الفوز. المركز الثاني لصالح الجواد العيون لما الاسطبل فهد عبد الله الدبوس حلة ثالثا صحاري الاسطبل منهم خالد دائم العتيبي ورابعا ايضا الجواد زعبي الاسطبل الجلال بالفعل انتظار اعتماد هذا الشوط والنتيجة ونقول الف مبروك الان لحصول الجواد ابو زايد الاسطبل السماوي على المركز الاول في هذا الشوط مبروك مبروك على هذا الإنجاز والإبداع مبروك على هذه الصدارة والتحدي والانطلاقة أيضا وكذلك متابعة هذه الجياد وأيضا حرصها على هذا الشوط وبالفعل سباق ممتع ولجنة الميزان وعبد العزيز النصر الآن نشاهده على لجنة الميزان لإدلاء حقيقة بمشاركته
وبعد انتصاره أيضا لصالح اسطبل السماوي على المركز الأول في هذا السباق. مبروك مبروك بالفعل لجنة الميزان، نقول لكم شكرا، وعلى هذه اللقطة التذكارية لجمهور اسطبل السماوي على هذا الفوز، وألف ألف مبروك على هذا الفوز والإنجاز، مبروك. مشاهدينا الكرام، نتابع إن شاء الله معاكم شوطنا الثالث الآن في هذا السباق في مسافة 1200 متر، مسافة 6-8، وكذلك أيضا هذه المشاركة لكلاس 2، وأيضا تحدي بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الجياد المشاركة في هذا الشوط، لنتابع الآن جياد مبتدئة، وكذلك أيضا على جائزة النادي التقديرية مع بالغ الشكر والتقدير. لتنطلق هذه الجياد المشاركة من الجواد الآن برق الشمال، برق الشمال ليتقدم على حسابها في هذا السباق، ومواجهة صعبة وقوية لهذا الشوط الآن من برق الشمال. وكذلك أيضا شعام، شعام يحاول قدومه بكل قوة لهذا الشوط ويجمعها أيضا في هذا السباق. والمتابعة للجواد الآن برق الشمال، برق الشمال الآن وشعام، وهناك أيضا الانتظار، لكن برق الشمال الهروب، الهروب يصطبل السماوي، الهروب الهروب يا السماوي في هذا السباق. ها هو متقدم الآن برق الشمال، برق الشمال هو محاولات أيضا للجواد بارون، وكذلك أيضا متابعة البقية من هذه الجياد المشاركة. النداوي كذلك، النداوي على المركز الثاني، وهناك أيضا أبو العز في محاولات مع شعام، ومتابعة أيضا الحميدي في هذا الشوط والتحدي والانطلاق. لكن برق الشمال، برق الشمال لينتصر بجدارة في هذا السباق لاسطبل السماوي. مبروك مبروك على هذا الفوز، دقيقة 21-93 جملة أجزاء ثانية. المركز الثاني من نصيب النداوي لاسطبل السماوي، المركز الثالث شعام لاسطبل وصيز، وحل رابعا الحميدي للجلال في هذا السباق والمواجهة الصعبة والقوية. مبروك مبروك على هذا الفوز لاسطبل السماوي حصوله على انتصارين ليكسب بجدارة في هذا السباق. وأيضا المتابعة لهذا الشوط، وأيضا تحدي هذه الجياد المشاركة، ومبروك مبروك على هذا الإنجاز وعلى هذا الإبداع. وبالفعل نتابع الآن هذه المشاركة من هذا السباق، وتحدي بالفعل ممتع، نتابع الآن من هذه الجياد. وبالفعل أيضا لجنة الميزان وهذا الخيال جفري كذلك أيضا سعيد جدا في مثل هذا الشوط وأيضا هذا السباق من هذه الجياد المشاركة، وكذلك أيضا للجنة الميزان على جهودهم الطيبة والمخلصة لنقل هذه الصورة الناجحة والمميزة من جميع حقيقة محبي ومتابعي مثل هذه السباقات. وكذلك أيضا لجنة الميزان علي عياد الفرماوي تم توزيعنا الآن في هذا الشوط، ومبروك مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التتويج وعلى هذه الصدارة، وأيضا التحدي بالفعل. لنشاهد الآن تسليم هذه الجائزة من نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل فراج إلى عمداء اسطبل السماوي في فوزهم في هذا السباق وتحديهم أيضا لمثل هذه المشاركة. ونتابع أيضا مشاهدينا الآن في هذا السباق، وكذلك أيضا شوطنا الرابع الآن لمسافة فرة الميدان من أمام المنصة الرئيسية، وكذلك أيضا نتابع بالفعل التحدي. وبسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، الآن شوط كلاس 1 الآن مسافة فرة الميدان.
على جائزة النادي التقديرية في هذا السباق، والانطلاقة من الجواديام أبو ذعار مفرد استلمها لعلي عبار مثقال وخنوير الآن في هذا الشوط، والتحدي والمواجهة الصعبة والقوية ما بين هذه الجياد المشاركة في هذا السباق. لنتابع الآن هذا التحدي من هذه الجياد المشاركة لهذا الشوط، وبالفعل سباق ممتع الآن نتابع للجواد مفرد الآن لمبارك السرحان متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة والمواجهة لهذا السباق، وبالفعل سباق أيضا يواجه الأبطال في هذه المسافة الآن، مسافة ماراثونية، مسافة فرت الميدان. لنتابع الآن الجواد هناك، هلا علي لسريع نهار الهاجري أيضا على المركز الثاني، لكن نتابع أبو ذعار ثالثا في محاولاته أيضا لهذا السباق والمواجهة الصعبة والقوية لهذا الشوط الذي يواجه الآن الجواد أبو ذعار. هناك أيضا الجواد ديام لصطب الحويلة يحاول أن يشكل ظهور رائع ومميز على المركز الثالث، وكذلك الانتظار من الجواد مثقال وعبار، وكذلك أيضا خنوير، لكن نتابع أبو ذعار لا زال متقدم ومسيطر تماما الآن بكل قوة للجواد مفرد. مفرد في محاولات المبارك السرحان من الداخل على المركز الثاني يام، وهلا علي رابعا من المنعطف الثالث ما قبل الأخير. نتابع أبو ذعار وكذلك مفرد، وهناك أيضا البقية من هذه الجياد المشاركة في هذا السباق، والانطلاقة والتحدي والمواجهة لهذا الشوط الذي يجمعها الآن في هذا السباق. شوف المتابع الآن للجواد أبو ذعار لا زال متقدم بدخول الخط المستقيم في هذا السباق. المتابعة للجواد مفرد الآن بدأ ينسحب من المنافس، لكن أبو ذعار لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة ما بين هذه الجياد ومشاركة أيضا لهذا السباق والتحدي. شوف الجواد أبو ذعار والسلم، السلم يحاول هجوم الآن في هذا السباق مع الجواد أبو ذعار، السلم لاسطبل الرويس، يا سلام عليك يا سلام الآن في هذا السباق في الأمتار الأخيرة في مواجهة أبو ذعار في هذا الشوط. مبروك لاسطبل الرويس لينتصر بجدارة في هذا السباق، مبروك على هذا الإنجاز والإبداع وشوط التحدي بالفعل على جائزة النادي التقديرية ليكسب الجواد السلم، السلم بالفعل ليحقق إنجاز أبو ذعار المركز الثاني، ثالثا لصالح الجواد يام، رابعا الجواد هلا علي لسريع نهار الهاجري. مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز ولهذه اللقطة أيضا الجميلة حقيقة من المنصة التي يشاهد الجواد السلم ليحقق هذا الانتصار، أبو ذعار ثانيا ويام ثالثا رابعا هلا علي. مبروك مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز، وكذلك أيضا هذه المتابعة من مرور الجواد السلم في الأمتار الأخيرة أو الثمن الأخير ليحقق هذا الإبداع بالفعل من هذا الخيال المشارك على الجواد السلم. نقول مبروك مبروك على هذا الفوز ومبروك على هذا الإنجاز والإبداع حقيقة في هذا السباق، وبالفعل منافسة قوية وصعبة. هذا الخيال جفري الذي يقود الجواد السلم، ونقول بالفعل مشاركة مميزة، وكذلك أيضا هناك ذكاء من الخيال جفري أيضا لهروبه بعد أيضا متابعة أيضا عبد العزيز النصر الله على الجواد أبو ذعار في هذا السباق، لكن إبداع حقيقة من هذا الخيال، وكذلك أيضا هارد لك للخيال عبد العزيز النصر الله، وهذا الخيال علي عياد الفرماوي أيضا يشارك على الجواد هلا علي، يأتي في المركز الرابع، وهذه اللقطة التذكارية وحصول اسطبل الرويس على المركز الأول أيضا في هذا الفوز، وبالفعل سباق ممتع أيضا في هذه البداية. مبروك ألف مبروك.
متابع مشاهدينا الكرام، الآن لنادي فروسية الفروانية بعد هذا الانتهاء المميز من نادي فروسية الأحمدي، وكذلك أيضا حرص الخيالة وأيضا على دورهم ومشاركتهم في مثل هذه السباقات، وأيضا التحديات التي نتابعها إن شاء الله معا بإذن الله تعالى في مثل هذه السباقات. كلاس فور مسافة 1000 متر، الآن مسافة 5/8، نشاهد الآن التحديات والمنافسات القوية ما بين أيضا هذه السباقات وما بين هذه الأشواط. الشوط الأول بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، الآن لتنطلق هذه الجياد من الجواد المدعي مسرور أبو البشاير، سلمان الحزم وناصر أنت الفخر في هذا السباق للجواد أبو البشاير. أبو البشاير مع سلمان الحزم الآن ينطلقان أولا في صدارة هذا المشوار وفي هذا السباق أيضا، ومتابعة الجواد أبو البشاير لمطلق العتيبي بالخيال ساسليو ملان، وكذلك متابعة سلمان الحزم بالخيال لويس لصطب العويض الشعار الأصفر على المركز الثاني لصطب المطلق العتيبي متقدم الآن. أبو البشاير، أبو البشاير لا زال عنده علامة تو فورغ مسافة 400 متر. الآن شوف المدعي على المركز الثالث في هذا السباق، وهناك أيضا متابعة مناصر أيضا على المركز الرابع، لكن أبو البشاير وانت أبو البشاير لمطلق العتيبي اليوم في هذا الفوز والتتويج والصدارة القوية ما بين هذه الجياد المشاركة في هذا السباق. أبو البشاير ليحقق إنجازه في هذا الشوط بالخيال سليم. دقيقة 6 ثواني، 44 زمن الجزاء الثانية. سلمان الحزم المركز الثاني، المركز الثالث المدعي، رابعا مناصر لمشعل المحارف. هذه الإعادة بالبطيء على هذا السباق، والمشاركة أيضا ما بين هذه الجياد وتحديها أيضا في هذا السباق، والمتابعة بالفعل ما بين هذه الأشواط. سباق قوي، سباق مثير حقيقة ما بين هذه الجياد لهذا السباق، ولظهور مميز نتابع معا إن شاء الله. مبروك على هذا الفوز، ألف ألف مبروك على هذا الفوز والإنجاز. مشاركة الآن لشوطنا الآن الثاني لكلاس فور في هذا السباق، وكذلك أيضا متابعة هذه الجياد واستعدادها لمثل هذه المشاركة، وأيضا هذه اللقطة الجميلة المميزة لنادي فروسية الفروانية. وبسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الجياد المشاركة في هذا السباق والتحدي بالفعل لهذه الجياد ومتابعتها في هذا السباق، وكذلك أيضا لشوط التحدي. رعد الشمال، هتلان زوينة وبلاتيني قتالي قايد التحرير، وكذلك غلا مبارك مستر بطاش شواش في هذا السباق، ومتابعة أيضا هذه الجياد ومشاركتها لهذا الشوط. نتابع الآن الجواد متقدم، قتالي قتالي لازال مسيطر تماما الآن بكل قوة على هذه الصدارة والمواجهة ما بين هذه الجياد المشاركة في هذا السباق. لنتابع أيضا هذا التحدي بالفعل ما بين هذه الجياد ومشاركتها لهذا السباق. شوف التحدي الآن للجواد غيتالي، كذلك غلا مبارك بدأ ظهوره الآن في هذا الشوط، والانطلاقة والصدارة القوية ما بين هذه الجياد المشاركة لهذا التحدي ومواجهتها أيضا في هذا السباق للجواد غيتالي. غلا مبارك غادمون، وهناك بلاتيني يحاول أيضا لضمن هذه المنافسة القوية ما بين هذه الجياد المشاركة في هذا السباق. والمتابعة لهذا الشوط بالفعل سباق ممتع الآن،
من هذه الجهاد المشاركة لهذا التحدي. شوف المتابعة، الجواد غتالي لا زال منافس، قال مبارك هناك أيضا متابعة الجواد، الجواد رعد الشمال يحاول أيضا يقترب لضمن هذه المنافسة القوية ومشاركة أيضا هذه الجهاد ومتابعتها في هذا السباق. شوف الآن قتالي لازال أيضا محاول مع رعد الشمال الآن في هذا السباق، ومتابعة أيضا للجواد غال مبارك من الخارج، منافسة صعبة وقوية ما بين هذه الجهاد المشاركة في هذا السباق، وتحدي أيضا لهذه الجهاد المشاركة. نعم لشوط صعب جدا الآن، غال مبارك رعد الشمال، غال مبارك رعد الشمال، رعد الشمال غال مبارك، رمية برمية في هذا السباق، والرميات الأخيرة لصالح من؟ هل غال مبارك أم رعد الشمال؟ لاصطبل عويض واصطبل الفرماوي، اصطبل الفرماوي وعويض غادمون إلى شوط التحدي والمواجهة الصعبة والقوية لهذا السباق. نعم ليكسب غال مبارك الآن في شوط التحدي ما بين هذه الجهاد المشاركة، بالفعل ليكسب بجدارة. مبروك مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز وعلى هذه المشاركة الآن في هذا السباق، وكذلك أيضا شوط مبدع نتابع معا إن شاء الله لمثل هذه الجهاد، ونقول ألف ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التتويج أيضا والصدارة القوية ما بين هذه الجياد المشاركة. وبالفعل سباق ممتع وسباق قوي كذلك أيضا من هذه الجياد المشاركة. مبروك مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التتويج، وبتسليم أيضا هذا الكأس لحصولهم على هذا السباق والمشاركة من هذه الجياد. بالفعل سباق قوي وسباق ممتع نشاهده ونستمتع أيضا بتسليم هذا الكأس من السيد سالم الخليفة الشمري. ألف ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج. مبروك. متابعة مشاهدين الكرام للمنصة الرئيسية الآن في هذا السباق، وكذلك أيضا من إعلام دولة الكويت والخيول بعرضها أمام جمهورها ومحبيها ومتابعيها في هذا السباق، وكذلك أيضا هذا الشوط. بسم الله وعلى بركة الله، مشاركة توفيق من الله عز السعد مشوش دحام الخيل سياف برستيج، وراكد وشتان خزام السعد متبسم مستهل نعم الرفيق ومدباج الآن في هذا السباق، والمشاركة القوية الآن ما بين هذه الجياد للجواد متبسم لاسطبل البتال متقدم الآن، وبالفعل عز السعد في محاولاته، وهناك أيضا الجواد مشوش يحاول على المركز الثالث مع الجواد برستيج، وهذا الجواد سياف من الداخل الآن قادمون على الصدارة والمواجهة ما بين هذه الجياد المشاركة في هذا السباق. للجواد الآن متبسم لازال متقدم، وهناك مدباج من الخارج على المركز الخامس، وعز السعد والجواد الآن مشوش لاسطبل المؤسس يحاول، وكذلك أيضا الجواد برستيج لاسطبل الغيام على المركز الرابع من الخارج الآن، ومتابعة هذه الجياد ومشاركتها الآن. شوف شوف متبسم مع الجواد الآن برستيج يحاول أن يتقدم مع الجواد مشوش من الداخل، وهناك أيضا سياف وعز السعد يحاولان التقدم، والكل حقيقة يؤدي المهمة ويشكل أيضا بطريق الصحيح في هذا السباق. ومتابعة الجواد برستيج ومحاولاته وبكل قوة، شوف الجواد برستيج الآن لازال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة والمواجهة لهذا الشوط. شوف الآن برستيج وسياف والمنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم، ولازال الجواد برستيج متقدم الآن بكلاس 3 في مسافة 1800 متر مسافة 9-8، ومتقدم الجواد الآن سياف يحاول هجوم والشعار الأحمر. شوف الجواد برستيج اسطبل الغيام واسطبل السيحان قادمون بكل قوة للجواد سياف الآن، سياف لازال متقدم بكل قوة، ها هو الجواد سياف وبرستيج، برستيج وسياف، سياف وبرستيج، برستيج
النتيجة الآن برستيج، نعم ليكسب بجدارة. مبروك لإسطبل الغيام، دقيقتين 25 جملة جزاء ثانية. الجواد سياف المركز الثاني لإسطبل السيحان بالخيال ستيف، وحل رابعا أو ثالثا بالفعل الجواد مشوش الآن أو دحام الخيل لإسطبل الخضر، دحام الخيل لإسطبل الخضر على المركز الثالث، ورابعا الجواد متبسم لإسطبل البتال. مبروك مبروك على هذا الفوز والتتويج والصدارة القوية لهذه الجياد المشاركة الآن في هذا السباق، وبالفعل سباق ممتع ما بين هذه الجياد وانطلاقتها أيضا لمثل هذا السباق، وبالفعل شوط قوي يجمع الأبطال ويجمع أيضا هذه الجياد. بالفعل للجواد برستيج الآن يقوم السيد سالم الخليفة الشمري نيابة عن شقيقه مرزوق الخليفة الشمري بدعم لهذا الكاس كلاس 3 مسافة 1800 متر مسافة 9.8. نقول ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج. مشاهدينا الكرام نتابع إن شاء الله معاكم شوطنا الرابع لكلاس 2 في هذا السباق مسافة 1200 متر مسافة 6.8، ومشاركة الآن جمهورنا الكريم في متابعته في المدرجات الخارجية سواء كان الكبار والصغار لحبهم لهذه الهواية وأيضا بحلقة العرض. نتابع الجواد مشاري لإسطبل عضيلة، حوران لإسطبل مشعل المحارب، كلك غلا لإسطبل عويض، اللندني لإسطبل التوم، السند لإسطبل السيحان، سطوه لإسطبل معجب الخضر، برج راكان لمطلق العتيبي، أقدار لإسطبل أبو شيبة، وأحد لإسطبل المؤسس، والراد لإسطبل الشلاحي، عز خالد لإسطبل العز، غصاب لإسطبل عجب الخضر، غالب العز لإسطبل الفرماوي. لحظات إن شاء الله ننتظر هذه الجياد المشاركة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الجياد المشاركة في مسافة 1200 متر مسافة 6.8 من الجواد عز خالد، الآن يتقدم على حسابي في هذا السباق من الجواد السند، وكذلك أيضا متابعة والراد على المركز الثاني لهذا الشوط، ومتابعة للجواد عز خالد الآن في شوط التحدي والمواجهة من والراد، وكذلك السند الآن للسيحان على المنافسة، وكلك غلا على المركز الرابع مع الجواد قدار لإسطبل أبو شيبة خامسا في هذا الشوط. للجواد الآن عز خالد، لكن السند بدأ الآن ينفرد بكل قوة في هروبه في هذا السباق. هذا الجواد السند الآن لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة، قدار يحاول على المركز الثالث من الداخل، عز خالد رابعا من الخارج، لكن السند للسيحان متقدم ومسيطر تماما الآن بكل قوة على الصدارة والمواجهة للجواد السند. لازال السند لازال متقدم في هذا الشوط، ها هو السند الآن ليطير في هذا السباق إلى خط النهاية. شوف الآن الجواد السند متقدم ومحاولات من الجواد قدار على المركز الثاني، هناك أيضا للجواد كلك غلا العويض رابعا والراد للشلاحي. مبروك مبروك دقيقة 21.52 جزء من الأجزاء الثانية في هذا السباق والمواجهة الصعبة والقوية أيضا لمسافة 1200 متر مسافة 6.8 ليكسب الجواد السند في هذا السباق كلاس 2، متقدم في شوطنا الرابع الآن ليكسب بجدارة ولصالحه أيضا في هذا السباق ومتابعته أيضا في هذا الشوط. مبروك ولهذه اللقطة الجميلة والمميزة حقيقة في هذا السباق ليكسب الآن، وهذه اللقطة الجميلة نتابعها من التصوير الجوي في نادي فروسية الفروانية، وكذلك أيضا رئيس مجلس إدارة مباركة الضحاني بتسليم الهدية الكارية للسيد سالم الخليفة الشمري مع بالغ الشكر والتقدير. ألف مبروك. We'll be right back.
متابعة مشاهدينا الكرام الآن لشوطنا الخامس كلاس ون الشوط المهم بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام مسافة 1600 متر مسافة الميل المؤسس وحربة الداعم عدي درعاوي عطاوي في هذا السباق والمشاركة الآن لسجيات سوف تنطلق مع الفرس حربة في هذا الشوط. نتابع معدي الآن في هذا السباق مع الجواد المؤسس في هذه المنافسة القوية والصعبة بحد ذاتها. الآن شوف الآن الجواد المؤسس وكذلك معدي يتقدمان بكل قوة وهناك عطاوي من الخارج رابعا للجواد. الآن درعاوي ورداع وحربة أيضا على المركز الرابع. نتابع الآن معدي لازال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة والمواجهة في هذا السباق والتحدي بالفعل للجواد. معدي الآن ومتقدم بالفعل في سيطرة تامة وبكل قوة. هناك عطاوي في محاولاته وكذلك أيضا متابعة درعاوي من الخارج وأيضا المؤسس على المركز الرابع. حربة خامسا في هذا السباق. شوف الجواد معدي عطاوي ودرعاوي قادمون بكل قوة للمنافسة الثنائية. الآن للجواد عطاوي لازال متقدم مع الجواد درعاوي بدخول الخط المستقيم عند علامة تو فورلينج الآن مسافة 400 متر. الآن شوف الجواد عطاوي درعاوي قادمون إلى المنافسة. الجواد عطاوي لصطب للصالح الديحاني متقدم الآن. عطاوي درعاوي ثانيا حربة ثالثا عطاوي لازال متقدم. عطاوي درعاوي رمية برمية في هذا السباق إلى خط النهاية ليستقبلان الثمن الأخير. عطاوي من الداخل درعاوي من الخارج. عطاوي الآن عطاوي للصالح عطاوي لينتصر بفرق رقبة حقيقة في هذا السباق. مبروك على هذا الفوز والتتويج للجواد عطاوي ليحقق إنجازه وأبداعه في هذا السباق والتعدي والمواجهة الصعبة والقوية ليكسب بجدارة الجواد عطاوي بالفعل ودرعاوي ثانيا حربة ثالثا وهناك أيضا معدي الاسطبل الخضر على المركز الرابع. دقيقة 49 و 31 زملزات ثانية في هذا السباق والمتابعة أيضا ما بين هذه الجيادة المشاركة الآن بتسليم هذا الكأس من عبيد مشعان الديحاني مع بالغ الشكر والتقدير. وهذه هدية كاري تقدم من بركة الديحاني رئيس أعضاء مجلس الإدارة لجهودهم الطيبة والمخلصة في هذا الدعم لسباقات الفروسية. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة المميزة بعد ما استمتعنا حقيقة في هذه الأجواء الجميلة أجواء الفروسية من تحدياتها من جوكية مدربين ملاك خيل من جميع المضامير. نستودعكم الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.